الكريسماس هو عيد يحتفل فيه المسيحيون بعيد ميلاد يسوع المسيح، وتتمثل مظاهر الاحتفال بالكريسماس في تبادل التهاني وتقديم الهدايا وظهور بابا نويل الذي يطلق عليه سانتا كلوز في بعض الدول، إلى جانب تزيين شجرة عيد الميلاد وإعداد عشاء بهذه المناسبة. وفي هذا التقرير نعرض لكم علاقة هذه المناسبة ورموزها بالحضارة الفرعونية وكيف انتقلت وتطورت. كلمة كريسمس مكونة من مقطعين، المقطع الأول هو كريست ومعناها المخلص وهو لقب للمسيح، والمقطع الثاني هو ماس وهو مشتق من كلمة فرعونية معناها ميلاد مثل رمسيس ومعناها ابن وأصلها رع أو رامسيس. وجاءت هذه التسمية بسبب التأثير الديني للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في القرون الأولى بحسب موقع الأنبا تكلا. أما عن الشجرة فكان المصريون القدماء يرمزون للحياة المتجددة بشجرة خضراء على شكل الكريسماس، وهي من أصلها فرعونية وصنعت خصيصا للملكة إيزيس كإهداء لها على التابوت الخاص بها، وظهرت بعدها في أعياد الرومان وأعياد المسيح بعدها. ترجع شجرة الميلاد كريسمس إلى عهد الملكة إيزيس بعدما كانت تبحث عن زوجها أوزوريس ووجدته على شواطئ لبنان، فقامت ملكة لبنان بإهدائها تابوت أوزوريس وقد أحاطت الشجرة به، ثم أصبحت هذه الشجرة الشهيرة التي احتوت أوزوريس هي شجرة الميلاد التي طلبت جذورها إيزيس، وأمرت حراسها بحملها إلى أرض مصر. ولما وصلت أرض مصر طبقا للأسطورة أخرجت إيزيس جثة زوجها أوزوريس من تابوتها وقد عادت إليها الحياة. أصبح عيد أوزوريس الذي أطلق عليه بعد ذلك عيد الميلاد نسبة لميلاد حورس من أهم الأعياد الدينية في مصر القديمة، وكان يحتفل به أول شهر كيهك أي روح على روح، حيث تنحثر مياه الفيضان فتعود الخضرة للأرض التي ترمز لبعث الحياة. وقد اصطلح المصريون القدماء على تهنئة بعضهم البعض بقولهم سنة خضراء، وكان يرمزون للحياة المتجددة بشجرة خضراء. يرجع ميلاد أوزوريس إلى أنه عاش ومات وردت إليه الحياة ثانية، فأصبحت الشجرة الخضراء من أهم تقاليد عيد الميلاد عندهم، وبدأوا الاحتفال بها، الاحتفال بشجرة الحياة التي يختارونها لأنها من الأشجار الدائمة الخضرة وتحتفظ بخضرتها طوال العام. وقد سرت هذه العادة من الشرق إلى الغرب، فخرجت من مصر وانتقلت إلى بابل ثم عبرت البحر المتوسط لتظهر في أعياد الرومان، ثم تعود لتظهر مرة أخرى في أعياد ميلاد السيد المسيح وشجرة الكريسماس الخضراء، والتي يختارونها من الأشجار التي تحتفظ بخضرتها طوال العام كالسرو والصنوبر. وهكذا أهدى المصري القديم شجرة الميلاد للعالم أجمع.